عايز تبقى جامد على الانستجرام، تعال اقول لك تعمل ايه عشان تبقى زي العيال الجامده. اول حاجه هتروح داخل عامل اكاونت عادي جدا، وفي ساعتها على طول تروح داخل عامل اكاونت جديد تسميه اسم على وزن اعمل لي لوب لي كلني لزق لي فتشني كشم لي فتفت لي حنكش لي كومني اي حاجه بقى، وتروح داخل على البايو بتاعك وتروح كاتب سي اي او اوف اللي انت بقى عملته ده، فتبقى سي اي او اوف لزق لي سي اي او اوف كشم لي، تكتب كده سي اي او اوف عورني. دي اول حاجه تعملها عشان تبقى جامد. تاني حاجه بقى هتعملها ان انت تروح عامل كلوب، تعمل كلوب، تدخل تعمل كرييت كلوب عادي وتسميه اي اسم عام، اي اسم عام، يعني مثلا ادوات كهربائيه، اعمال يدويه، فوط صحيه، مناديل مرميه، نمله معديه، اي حاجه بقى، وتروح داخل على البايو بتاعك على الانستجرام وتكتب فاوندر اوف الكلوب بقى اللي انت عملته ده، هتبقى فاوندر اوف ادوات كهربائيه، فاوندر اوف فوط صحيه، فاوندر اوف مناديل مرميه، بقيت فاوندر الكلوب ده بتاعك انت اللي لقيته، فبقيت فاوندر. تكتب فاوندر اوف نملة معدية، انت اللي لقيت النملة، انت اللي عملت الكلوب، بقيت فاوندر. تالت حاجة هتعملها عشان نخلص موضوع البايو ده وتبقى ايه زي العيال الجامدة، هتدخل تعمل روم عادي، كرييت روم، وتروح فاتح روم بابليك تمام، وتسميها اي اسم مثير للجدل، يعني مثلا تبقى اسمها مسكها وجري، هي ايه اللي مسكها وجري ما تفهمش فالناس تدخل، واخد بالك، تسميها خانته مع امه فالناس تقول ايه خانته مع امه ده، فتروح داخل فاهم جاي ازاي، وتروح داخل بقى في الباي بتاعك كاتب هوست اوف الروم بقى دي، فساعتها اي حد يدخل عليك يبقى الباي بتاعك متستف كده سي اي او اوف لزقلي فاوندر اوف مناديل مرميه هوست اوف مسكها وجري، فاهم ازاي، ورا بعض كده سي اي او اوف اورلي فاوندر اوف فوط صحيه هوست اوف خانته مع امه، شفت شفت ازاي، عملتك سي اي او وهوست وفاوندر وانت اصلا ولا حاجه، انت سافر يالا. تاني حاجه بقى عشان تبقى شاب جامد، اي حد يجي يسالك اي سؤال ما تردش عليه كده على طول، لازم تتفزلك فزلك، يعني مثلا حد يجي يسالك سؤال زي مثلا يقول لك ايه رايك في الكوره، ترد عليه كده تقول له انا بحبها، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش، لازم تتفزلك. ازاي بقى تتفزلك؟ لازم اجابتك تبقى من بعيد، يعني تقول له ايه مثلا في السبعينات الكوره كانت كذا كذا، خدت بالك، دي دخلتك من بعيد، تجيبها له من بعيد، ولما تجيبها من بعيد ما تكملش عادي بقى، لا لازم تجيبها له من كذا زاوية. ازاي؟ يعني تقول له مثلا حاجة زي ايه، في السبعينات كرة كانت كده والجماهير كانت كده كده والمدربين كانوا بيفكروا كده والناس والصحافة كانت بكذا زاوية تشكيلة، واخد بالك، ما ينفعش على طول كده، هي دي الفزلكة، تجيبها من بعيد وتشكله. حاجة تانية برضو كمان علشان تبقى بتتفزلك، تبقى عيل فزلوكه، تعمل ايه وانت بتتكلم مع حد، تجيب سيره ناس مشهوره. ازاي؟ هقول لك ازاي، يعني مثلا تبقى بتتكلم مع حد وجايبها له من بعيد وبتشكل له، وتروح قايل له حتى انا كنت بتكلم مع هشام عباس في الموضوع ده وكان رايه كذا كذا كذا، فهمت؟ هي كده. او تقول مناصب جامده، يعني تقول ايه، هقول لك مثلا، يعني تبقى بتشكل لحد وتقول له حتى انا كنت قاعد مع الريجنال دايركشنال جراندايزر اوف امسحلي دوت كوم وكان بيقول كذا كذا كذا. في طريقه تانية برضو ممكن تقول بيها اسامي معتمده برضو بتستخدم، انت ممكن وانت في نص الكلام كده تروح قايل حاجه شبه حتى يا جماعه جون كوفمان في كتابه الاولاني راح قايل كذا كذا. مين جون كوفمان؟ هانشار. انت كده جامد، وكل ما كان الاسم كتاب في حته مش معروف او في حته دارك كده ده طول ما انت تبقى جامد كده خلاص. فانت بقى الفزلكه ان انت تجيبها له من بعيد وتشكل على اسامي كده، انت بقيت فزلك. طيب تعمل ايه بقى لو انت كنت بتكلم حد وبتتفزلك عليه وراح هو متفزلك عليك، يعني راح معلي عليك بقى، تعمل ايه؟ يعني مثلا قال لك ايه رايك في الكوره، رحت قايل له في السبعينات كوره كانت ورحت ايه مشكل، راح هو قايل لك كوره في اوروبا وفي المانيا وفي انجلترا وفي فرنسا وراح معلي عليك اكتر، تعمل ايه؟ اقول لك بقى تعمل ايه، شفتها قدامي كذا مره وتعلمتها، تروح جايبها له من بعيد خالص بقى، تلفها له على الاخر، تروح قايل له في العصر الاموي الكوره كانت، وتعلي عليه برضه وتشكل له وتقول له اسامي، تقول له حتى عبد الله ابن حندقه كان كاتب على ورقه برديه بيقول فيها، وتعلي عليه وتتفزلك عليه عشان هو اتفزلك عليك، لان انت اصلا كنت بتتفزلك، فالعيال تحت في الاودينس يقول لك ايه الولد ده، يخرب بيت امك، ايه الولد ده فجيره الولد ده، ايه ده مين الولد ده، يفتحوا البروفايل بتاعك كده يبصوا كده يقول لك ايه ده سي اي او اوف حورلي دوت كوم وبيقرا لجون كوفمان وبيقعد مع الجنرال دايفرسور بويلر اوف امسحلي دوت كوم، ايه الولد ده فجيره الولد ده، يروحوا عاملين فولو على طول، فاهم جاي منين؟ هي كده، ده فجيره الولد سي اي او اوف كومني. تالت حاجه بقى ودي اهم حاجه بصراحه ما فيهاش نقاش خالص، ان انت لازم تتكلم عربي وانجليزي في نفس الوقت طول الوقت،
لازم معلش انا اسف you have to talk like كده to be like one of مننا وتبقى confident من نفسك and you go into any order and you raise your head and you keep talking معانا وقول اي حاجة بقى بالمنظر ده احكي يعني لو انت مثلا ماشي ولقيت ملك على الارض يعني هتعمل ايه هتجرت لقطة ولا هتوك away منه ولا هتعمل ايه معلش put yourself in my جزمة وقولي هتعمل ايه يعني لو انت مثلا driving للبيت وحسيت انت hungry مرة واحدة قولي هتعمل ايه هتاكل chicken وجبة ولا هتطلب كبدة ميل ولا هتعمل ايه ولا هتبقى بتفكر في الملك اللي لقيته على الارض and you gave it to قط انا متعود ان انا اشرب القهوة بتاعتي شجر زيادة some ناس بتطلب الشجر برا لازم تتكلم كده طول الوقت If you're not talking like كده, you're not one of مننا. Because عشان, وخبلك? Because عشان, they talk like كده. Arabish, Arabalese. والله أنا مرة سمعت واحدة بتقول إيه. They were like taking a lot of صور. I was not able إني أفتح عينيا. واحد قال لها ليه? قالت له الفريكين فلاش جاي فريكين عينيا.